عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير وين ما تكونون. ورجعت وياكم مرة ثانية بعد انقطاع تقريب شهر ونص الى شهرين. طبعا واني اسفة اعتذر، بس تحولت وانتقلت من بيت الى بيت ثاني، وان شاء الله الخير يعم على الجميع. طبعا واليوم اكلتنا هي اكلة بسيطة بس طيبة، هي تبسي الباذنجان باللحم المثروم، مو مثل المعتاد اللي نقلي قطع الباذنجان والبوتيتا حتى نسوي تبسي. اليوم راح نسوي تبسي الباذنجان باللحم المفروم. طبعا انا هنا انا مقشره الباذنجان وحفرت من عنده، بس بقيت قطعتين، قطعه باذنجان وقطعه بوتيتا حتى احفرهم قدامكم. انا حافرتهم بهالشكل، هذا الشكل، هو بس باذنجان وبوتيتا مثل ما قلت لكم، ولحم مثروم، وحمست وياه بصل، خليت له بس فلفل حار، تقريب ملعقة شاي فلفل حار، وخليت ملح للحم. وهسه هاي عندي البوتيتا والباذنجان، احفرها قدامكم حتى تشوفون. طبعا الباذنجان بدون قشر يصير احلى. هيجي هسه احفرها. إذا تشوفون هذا شكلها، وما أحفرها أخليها خفيفة، لا أبقي بيها يعني شوية سمك حتى راح أقليها. الآن أنا هذا كله حقلي الباذنجان والبوتيتا. سنجعل البوتيتا، بوتيتا بهالشكل هذا. نفس الشيء ما راح اخففها اني فد مره، اخلي شويه بيها سمك لين حقليها، ووراها احشيها واذبهم بالفرن، واضيف وياهم معجون ومي. ان شاء الله تجربوها، هي اكله طيبه تقريب يعني تشبه الشيخ محشي، بس هي مو شيخ محشي، هي تبسي باذنجان احنا نقول. هاي إذا شوفوها سهيتشي، هذه انحفرت بهالشكل هذا. هسه أبدي أقليهم. طبعا أنا محضرة هنا الطاوة ومحضرة دهن مخلية، هسه أبدي أقلي الباذنجان والبوتيتا بهالشكل هذا. اقلبها من كل الجهات حتى كل الجهات تستوي. لا تشوفون هسه هذه البوتيتا هم حتى تستوي هيجي. هسه اخلصه، اقلي كله وخلصه، نرجع نحشيه سوا ان شاء الله حتى تشوفوا. طبعا انا هسه هذا خلصته، وخليت وياه وحده فلفلايه حاره، طبعا هاي حسب الرغبه، اللي يحب يخلي واللي ما يحب يخلي. وبالمناسبه انا ما ذكرت لكم المقادير، طبعا كل من وحسب عائلته، يعني انا هسه هذا نص كيلو باذنجان بنص كيلو بوتيتا يكفيني. انتم تحبون كيلو، تحبون كيلو ونص، تحبون نص كيلو، كل من حسب عدد العائله والافراد مالته. هسه ابدي احشيه. هسه هيك بهالشكل هذا، طبعا بعده حار. هيك واصفطه بالبايركس، احشي باذنجان. وإذا تحبون تخلون يا بصل تحشون، أو طماطة، أو فلفل أخضر، أنتو ايش حابين، بس هو الأساس مالته بوتيتا وباذنجان.
احشيه كله واخلصه وارجع لكم. هسه هذا بعد ما خلصت انا حشيته بهالشكل هذا بالبايركس. طبعا خليت الطاوه وخليت شويه دهن لان انا مقليته بالدهن حتى احمس المعجون بيه. اثنين معجون كافي. ملعقتين معجون كافي طبعا احمسهم الى ان البخار يطلع من عندهم. هسه اخلي كوب مي او غلاس مي اخليه فورفد فورة فورتين واخلي له ملح حتى اضيفه على البايركس او على الباذنجان مالتي. بس اخلي ملح هذه تقريبا ملعقة شاي هذه طبعا والملح حسب الرغبة. هسه اديره هسه ابدي افرغه. طبعا انا الفرن حاميته على 250 الهيتر الفوق والجوا. هسه ابدي بس ادخل البايركس يستوي وان شاء الله نشوف شكله النهائي انا وياكم حبايبي. هسه هذا بعد ما خلصنا ضل بالفرن تقريبا ربع ساعة. هسه طلعناه وراح نشوفه بالمرحلة النهائية من نصبه شاين. هذا هسه خلصناه. طبعا واللي يحب من هذا المي مالته يضيف عليه من الصلصة طبعا كلش طيبة هيجي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاعجاب بالقناة والاشتراك للقناة ليصلكم كل ما هو جديد. وشكرا لكم وألف عافية مقدماً.